انتظمت في الصلاة في الوقت ده، ودي حاجة مريحاني جدا. وكل مرة بتبقى الحاجة دي مريحاني جدا وبرجع تلهي في الدنيا بيفوتني صلاة وحاجات كتير، بس على الأقل أنا دلوقتي بحاول. نفسي نفسي قوي أفضل منتظمة بقية حياتي لحد ما أموت. انا ممكن اموت عادي، انا دايما ببقى خايفه من الموت لاني دايما حاسه ان انا ناقصه اسمي حاجات كتير قوي مش عارفه اقف قدام ربنا ازاي. بحس ان انا في حاجات كتير قوي لازم اعملها، خايفه خايفه اموت وانا مش جاهزه.